بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى عظم من شأن العلماء العاملين في كتابه المبين وفي سنة نبيه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو توحيده سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا تشريف للعلماء وتزكية لهم. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين العلماء وغيرهم ممن لا يعلمون، وذلك على سبيل الاستفهام الذي يراد به الاستنكار والنفي، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى رفع العلماء على غيرهم درجات لما ميزهم الله به من العلم والعمل، وذلك يدل على فضلهم ومكانتهم عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وذلك لأن القمر ينير الكون وينير للناس، وأما الكوكب فإنما نوره مقصور عليه، وذلك لأن نفع العالم يتعدى إلى غيره، وينتفع الناس بعلمه كما ينتفعون بضوء القمر. وأما العابد فإنما عمله خاص به ونفعه خاص لنفسه. فلذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، مع أن العابد لله عز وجل له فضل وله مكانة، ومع هذا فضل عليه العالم وذكر الفرق بينهما، وذلك كالفرق بين القمر وبين الكوكب. فما بالك بغير العابد من الناس ممن عنده تقصير وتضييع أو فسق؟ فالعالم له مكانته، وما دام العلماء
موجودين فإن الناس بخير، يرجعون إليهم ويسألونهم ويقضون بينهم بالحكمة والشرع المطهر في نزاعاتهم وخصوماتهم. فإذا فقد العلماء فإن الناس يصبحون في ضياع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا فقد العلماء من المجتمع، من أي مجتمع، فإن ذلك المجتمع يختل أمره ويظهر فيه الشر والمنكر، ولا يجد من يغير من حاله، ولا يجد الناس مرجعا يرجعون إليه، فيرجعون إلى الجهال الذين ترأسوا مكان العلماء فيفتونهم بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وماذا حدث لقوم نوح لما مات العلماء ولم يبق إلا الجهال، وكانوا قد نصبوا صور الصالحين على مجالسهم بإيحاء من الشيطان؟ فلما مات العلماء الذين ينهون عن عبادة غير الله، جاء الشيطان إلى العوام والجهال فأغراهم بعبادة هذه الصور المنصوبة، فوقع الشرك في الأرض من ذلك العهد. وذلك بسبب فقد العلماء، لأن الشيطان وأعوانه لا يجرؤون على إضلال الناس مع وجود العلماء. فهذا مما يبين مكانة العلماء وحاجة المجتمع إليهم، حاجة ضرورية. وفي الحديث: موت قبيلة أيسر عند الله من موت عالم. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، ولكن مع الأسف في زماننا هذا ظهر من يتنقص العلماء ويقلل من شأنهم، أو يسوي نفسه بهم ويجعل نفسه في مصافهم وهو جاهل مركب. ظهر هذا في الصحف وفي الفضائيات وفي غيرها من تنقيص العلماء وعدم احترامهم والتقليل من شأنهم وجعل الجهال والضلال مساوين لهم. وهذا شيء حدث من المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جماعة اجتمعوا في مكان في إحدى الغزوات، فقال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقام شاب من المجلس وقال للقائل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الشاب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بخبرهم، جاءوا يعتذرون
والرسول صلى الله عليه وسلم قد رحل وركب راحلته، فجعل أحدهم يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والرسول لا يلتفت إليه ويقرأ هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. والحصى ينكب رجل هذا الرجل، والرسول لا يلتفت إليه تحقيرا له، ولا يجيبه إلا بالقرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل. ولكل قوم وارث، فهؤلاء لهم وارث في زماننا هذا من أصحاب الشهوات والأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة، يعلمون أن العلماء لهم بالمرصاد، فصاروا ينالون من العلماء ويقللون من شأنهم ويقولون فيهم ويكتبون ويتكلمون، وفي حين أن الكلام في وقتنا لم يعد كالكلام في الزمان السابق يذهب أدراج الرياح، بل إنه الآن إذا تكلم فإن كلامه يسجل في الأشرطة وأيضا يحتفظ به وينشر ويسمع ويقرأ. فالواجب على هؤلاء أن يحذروا وأن يعرفوا للعلماء قدرهم ومكانتهم وأن يحترموهم، مع العلم أنهم لن يضروا العلماء، لن يضروا العلماء بشيء، وإنما يضرون أنفسهم. هذا، والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.